نقدر نعرف ايش قد مخزوننا الحالي النفطي والغازي؟ حاليا احنا عندنا بحدود 144 مليار برميل نفط، وبالنسبه للغاز تقريبا 130 تريليون مليون قدم مكعب من الغاز. هذا مستكشف، كله مستكشف، كل هذا مستكشف. هذا ممكن تكون عندنا رقع غير مستكشفه؟ طبعا احنا بالنسبه للعراق حقيقه عندنا بعد احتياطيات كبيره. حاليا احنا من خلال فرقنا الزلزاليه لشركه الاستكشافات نبحث على تعظيم هذه الاحتياطيات بعد المباشره بعمليات الحفر الاستكشافي.